بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين ونتوكل. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان نحييكم ونجدد بحضراتكم التحية من جديد وفي انطلاقة جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة. الشوط الثاني عشر الحول المهجنات الأصايل أعلنت انطلاقته قبل لحظات قليلة. نتابع مقدمة الشوط والانطلاق الأول والموفق في هذا الصباح. نتقدم مباشرة لأتابع أول الأسماء المنطلقات في هذا الشوط شوط الحول المهجنات الأصايل. أتقدم مع المركز الأول مع راهية أسهيل بن سالب الأسهيل الخيلي المقدم لراهية مع المركز الأول. المركز الثاني والتغيير في هذه اللحظات من الشامخة ملك سلطان بالغالب بالراشد المنصوري من يقدم لنا الشامخة مع هذا التقدم. المركز الثالث القادمة هتاشة هي القادمة في هذه اللحظات. الدكتور سعيد بن سالب العلي الشيخ المقدم لهتاشة والمنطلق مع شعارها المميز في هذه اللحظات. المركز الرابع الواصلة ناصية مع رابع المراكز عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري المقدم لنا ناصية مع المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات حشمة هي القادمة مبارك بن محمد بن طالب العامري المقدم لحشمة مع المركز الخامس في هذه اللحظات. وأيضا أتابع سادس المراكز القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة وبرة ملك مبارك بن ماجد بن طماش المنصوري من يقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا وبرة مع انطلاقة هذا الشوط. المركز السابع أتابع هنا المنطلقة والمنطلقة براقة ملك سعيد بن أحمد بن حمد المزروعي المقدم لنا هذا الاسم والمنطلق في هذه اللحظات. وكذلك أتابع القادمة البحيرية هي القادمة محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري المقدم لنا في هذه اللحظات البحيرية مع انطلاقتها في ثامن المراكز وتاسع المراكز. أتابع في هذه اللحظات مشاهدين الكرام القدوم والانطلاق هنا أتابع سمحة محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي المقدم لانطلاقة سمحة في هذه اللحظات. أيضا متابعين الكرام لنا عودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. أتابع الانطلاق أتابع التحدي في هذه اللحظات على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول من تحتل الصدارة في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة وعلى هذا التحدي من راهية أسهيل بن سالب بن أسهيل الأخيلي المقدم لنا في هذه اللحظات. راهية وانطلاقة راهية منذ اندفاعة هذا الشوط وهي المسيطرة مع المركز الأول في هذا العرض الممتاز وهذا العرض الكبير اللي تقدمه راهية ما شاء الله وتبارك الرحمن. المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات الشامخة ملك سلطان بن غالب بن راشد المنصوري المقدم لنا الشامخة في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع ناصية ملك عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري مقدما لنا ناصية مع المركز الثالث. المركز الرابع والقدوم أوصلت في هذه اللحظات هتاشة الدكتور سعيد بن سالب بن علي الشيخ المقدم لهتاشة والمنطلق مع هتاشة في هذه اللحظات مع رابع المراكز. المركز الخامس القادمة حشمة مبارك بن محمد بن طالب العامري المقدم لحشمة مع المركز الخامس في هذه اللحظات. الخمس المراكز الأولى المتقدمين والباحثين عن الفوز وعن الناموس 4 كيلومترات ما يفصلنا عن خط النهاية وما يفصلنا عن الفوز وعن الناموس. موسيقى
أعود إلى مقدمة الشوط متابعين الكرام لأتابع في هذه اللحظات راهية سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي المقدم لنا في هذه اللحظات. الله الله يا راهية، راهية تنطلق بعرضها الممتاز والمنطلق في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام على هذا العرض الكبير والعرض الخطير والمثير من راهية، شكلها راهي وانطلاقتها راهية في هذه اللحظات. ما شاء الله وتبارك الرحمن، راهية راهية تنطلق في هذا الأداء المميز المركز الثاني. أتابع في هذه اللحظات القدوم من الشامخة سلطان بن غالب بن راشد المنصوري المقدم لنا في هذه اللحظات الشامخة مع المركز الثاني، المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات ناصية عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري مقدما لنا ناصية مع المركز الثالث، المركز الرابع المركز الرابع وتابع هتاشة الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ المقدم لنا في هذه اللحظات. هتاشة هتاشة انضمت في هذه اللحظات وانطلقت وبرة مبارك بن ماجد بن طماش المنصوري. يا سلام يا سلام على هذه الأسماء وعلى هذه الشعارات الكبيرة المنطلقة في هذه اللحظات. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، ما زال التحدي، ما زال الانطلاق، ما شاء الله وتبارك الرحمن على انطلاقة راهية واندفاعتها المميزة. ما زال الاندفاع، ما زال التحدي مع انطلاقة راهية مع المركز الأول سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي المقدم لراهية بهذا الأداء الراهي، بهذا العرض الكبير اللي تقدمه راهية على مقدمة هذا الشوط حتى هذه اللحظات. العرض تلقائي، العرض تلقائي يا متابعين يا مراقبين. راهية 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 بالأداء، راهية بالشكل، راهية بالمنظر. انطلقت راهية مع المركز الأول ولكن أتابع القدوم من ناصية عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري المقدم في هذه اللحظات لناصية من تنسى الفوز والناموس. هنا تنطلق مع ثاني المراكز بكل قوة تندفع. الله الله الله، أتابع أيضا الشامخة القادمة ملك سلطان بن غالب بن راشد المنصوري. أتابع أيضا في هذه اللحظات هتاشة تعود ملكيتها للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، وكذلك وبرة مبارك بن ماجد بن طماش المنصوري المقدم لنا هذه الأسماء وهذه الانطلاقات. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة. الانطلاق والتحدي ما زال مع راهية ملك سهيل بن سالم بن سهيل الأخيلي ينطلق مع راهية. ما شاء الله وتبارك الرحمن، ينطلق بهذا العرض المميز وهذا العرض الكبير. انطلقت راهية بكل ثقة بكل قوة في هذه اللحظات، تنطلق مشاهدينا الكرام وتندفع في هذه اللحظات. ما شاء الله وتبارك الرحمن، راهية تنطلق مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات مع المركز الأول. انطلقت راهية الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، انطلقت راهية بهذا العرض. سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي المقدم لراهية، راحت راهية وعصاتها في بطانها. روح يا مخرجنا وارصد لي تحركات راهية وانطلقات راهية. خلاص خلاص، راحت راهية، راحت راحت بالفوز والانتصار. الله 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 الله،
على العرض الكبير، على العرض الخطير اللي تقدمه. راه يا ما شاء الله وتبارك الرحمن، راه يا سهيل يا سهيل يا بن سالم يا بن سهيل يا الخيلي، ما شاء الله وتبارك الرحمن، انطلقت راهية بالأداء الراهي بالأداء الكبير لتنتزع ناموس هذا الشوط الخطير في هذا الصباح المثير وهذا الصباح الجميل. سلام 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 راهية، سلام على هذا العرض، سلام لسهيل بن سالم بن سهيل الخيلي على فوز راهية وانتزاع ناموس هذا الشوط بدون أي مضايقة بدون أي منافس. سلام راهية سلام، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا العرض المميز اللي قدمته راهية في هذا الصباح. المركز الثاني وصلت ناصية عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، المركز الثالث وصلت البحيرية محمد بن سهيل يبون الظاهري، المركز الرابع وصلت وبرا ملك مبارك بن ماجد بن طماش المنصوري، وخامسا أوصلت متابعين الكرام اللي هي الشامخة سلطان بن غالب بن راشد المنصوري. تهانينا والناموس لمالك راهية سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي على هذا الفوز والناموس. التوقيت الزمني ولحظات الوصول، التوقيت الزمني متابعين الكرام 12 دقيقة 52 وأربع أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول من ناصية ملك عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، توقيته ولحظات وصولها إلى خط النهاية قاطعة المسافة 8 كيلومترات في زمن وقدره 13 دقيقة 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول متابعين الكرام من اللي هي البحيرية ملك محمد بن سهيل يبهون الظاهري، وتوقيتها 13 دقيقة 5 ثواني والتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لجميع الأخوان الفائزين.